يعني هم يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، بنبدأ كده مع بعض بتعريف النهاردة بامتحان اللي بعته الوزير. بطل يا ليلان تلعبي بالقلم يا ليلان. ده اللي هو اللي أنا عند حضراتكم عايز أوريه لكم إيه اللي حصل. ليه أنا عايز أوري لك الامتحان؟ أنت مش هتحل، بس أنا عايز أوري لك هو إزاي تعامل مع الامتحان، وأدي فكر السيد المستشار اللي وضع الامتحان. يعني هو عمل ايه في الامتحان بتاعنا ده؟ شوف كده هو عمل معانا ايه. اولا حضراتكم هتلاحظوا ان هو في الامتحان لم يركز على الكلمات اللي هي المدرسين بتحفظ الاولاد هذه الكلمات، يعني خالص خالص كل العيال اللي قاعد تحفظ طلعت عينها. زي ما انا كنت بقول للطلبه بتوعي، خلي بالك في الثانويه العامه احنا مش بنركز على الكلمات بقدر ما بنركز على مفرداتها اللي هي السينينم والمضادات بتاعتها الانتنم. وده كان اجتماعنا مع السيد الوزير اللي هم هيشيلوه ده، لما يعني اجتمعنا معاه فكان بيقول نفس الكلام، وكنا بنقول للساده المدرسين برضه يخلي بالهم من هذه الجزئيه. فعلى عشان كده بنقول لحضراتكم تخلي بالك انه دراسة اللغة الإنجليزية في ثالثة ثانوي بتختلف عن أولى وثانية تماما تماما بكل المقاييس. أنا هنا بيبقى مركز زي ما هنشرح مع بعض، طبعا اللي احنا هنشتغل معاه دلوقتي ده سنة ثالثة، ده عبارة عن تنشيط لدماغك فقط لا غير. لكن اللي احنا المنهج الأساسي اللي احنا هنشتغله من أول 8 إن شاء الرحمن في مدرسة التجريبية، وهتشوفوا مع بعض طبعا، وهنكون مع بعض بكافة المستجدات. يعني أي مستجدات هتوصلني الوزارة هبلغها لحضراتكم، وتعرفوا ايه اللي هتبقوا داخلين الامتحان، ومفيش حاجه غايبه عليكم ابدا. فلو لاحظتوا السؤال الاولاني اللي هو موجود قدامنا ده، ده نوع من انواع الاسئله. النوع ده بنسميه ايه؟ بنسميه بيتكلم على السفكسز والبرفكسز، يعني البادئات والنهايات، وطبعا دي مش موجوده في الكتاب، بتشرحها المعلم. وده الامتحان بتاع النهارده كان تراكمي، مستر تراكمي الصوت يعني بيقطع، نعم. حد بيسأل؟ الصوت بيقطع. طيب يعني يعمل ميوت، نخلي بالنا. ده اللي هو التراكمي، ده الجزئية دي. النوع الثاني، السؤال الثاني اللي قدام حضراتكم ده، اللي كانت إجابته يا سينك أوت أوف ذا بوكس. الكلمة دي أصلاً مش موجودة في كتاب في المنهج كله، لكن هو ده بيقول لهم تعبير، بنسميه بندرسه للأولاد في صورة حاجة اسمها الإكسبريشن اللي هي التعبيرات. بيقول لي يعني معناها اديني فكره خارج الصندوق، يعني اديني فكره ما فيش حد قالها قبل كده، ما حدش متوقعها. ده الكلام بتاعنا. السؤال الثالث كان بيتكلم على الصفات. سمعتوا عن حاجه؟ طب سمعتوا عن حاجه اسمها قليل ويكفي وقليل لا يكفي؟ افتح الميوت رد علي. يعني سمعتوا حضراتكم لو حد عارف قليل ويكفي وقليل لا يكفي؟ سمعت يا هاجر عنها دي ولا ما سمعتوش ولا بتردوش؟ لا والله ما سمحتش يا مستر. دي الصفات، دي درس في الصفات، قليل ويكفي قليل لا يكفي، دي واحدة. رقم أربعة كلمة وانس، دي معناها ايه سنة ثالثة؟ مرة شفتوا كده؟ فعلا الناس كلها اعتقدت ان هي مرة وذات مرة، الحقيقة ان كلمة وانس أيوة. هنا جاية بمعنى بمجرد ان. كلمة وانس جاية في الامتحان بمجرد ان. طالما بمجرد ان ساوت كلمه as soon as، ما دام ساوت كلمه as soon as اصبح الكلام عندي حدثين هيتم ورا بعض في المستقبل، يبقى الجمله الاولانيه هتكون في المضارع والثانيه في المستقبل. العيال طبعا المستقبل أعرفها من فين؟ ها؟ أعرفها من فين؟ ما هتعرفيها، احنا شرحتها لاولادي صراحه، انا بشرحها الحاجات دي. انا في الشغل بتاعي انا بشرحه، لان انا بديله المرادفات وبعرفه دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه. لان كلمه وانس دي يعني شطاره المعلم اللي بيدرس الطلبه بتوعه ان هو يعرفهم المعاني الاخرى للكلمات. هوريكم كلمه تاني المدرسين احتاروا فيها النهارده، كلمه زي امبلمنت. كلمه امبلمنت دي اصلا كلمه معناها ان هو يطبق، يعني معناها يطبق او يتقدم الى، يعني بتساوي كلمه ابلاي. برضو انا بديها للكلمات للاولاد في المذكره عندنا ان هي من ضمن السينونيم اللي هي التعريفات للكلمه. رقم ستة ده بيقول يعني مثلا موقع ما، يا اما اعلى يا اما اقل، اللي هو الرانك ده مش صعبه دي.
جات في انسباير، ده السؤال رقم 7 اللي اختلفت فيه جميع المدرسين. انا بس ايه بنشط حضراتكم ونخش على شغلنا بعد شويه. الانسباير ده بمعنى يلهم، ها عكس كلمه يلهم ايه في رايكم؟ واحد بيلهم يعني يحفزه، يعني يخليه يشتغل. ها تفتكروا ايه؟ أول واحدة إيه؟ اول واحده بريك داون، دي بمعنى يعني، ودي اللي كانت الاختلاف فعلا. عدد كبير من الناس هيجاوبوا على كلمه بريك داون، وهي الحقيقه مش بريك داون. بريك داون أبقى بوت اوف. ايه اللي لخبط الدنيا؟ كلمه بوت اوف دي معناها يؤجل، احنا كلنا عارفينها بمعنى ايه؟ يؤجل، يرجع يعني بيؤجل، لا تؤجل عمل اليوم الغد. لكن ليها معنى شاذ واحد بلغتنا احنا كده، يعني بالبلدي سد نفسه. ها؟ سد نفسه يعني اوقف، بوت اوف، اوقف تفاعله مع الشيء او حبه للشيء. فكلمه بدل ما يلهمه هو سد نفسه زي ما بيقولوا كده هنا، معناها احبطه. فدي عيال كتير حافظاها في المنهج، موجوده ايه؟ في كتاب المدرسه، موجوده بمعنى يؤجل. لكن هو جابها في الامتحان بمعنى مخالف ليها تماما. طبعا هنا في رقم 8 بيتكلم على حروف الجر. ادي حرف الجر وز، بيقول لي مين في الكلمات دي كلها يجي معاها كلمه حرف الجر وز؟ طبعا مش هتلاقي غير كلمه كومباين، اللي هي بمعناها ان هو ايه؟ زي كلمه كومبينيشن، اللي هي تجميع، يجمع او يرفق بيه، او يعني ده. طبعا هي هذه السيده كان ان هي بتلعب رفع اثقال وبتخلي بالها من بنتها. هنا رقم 9 اللي هي ميك ودو، الافعال انا هحفظها لكم ان شاء الله. ايه اللي بيجي مع ميك وايه اللي يجي مع دو؟ طبعا الكلمه اللي هنا اللي هي كلمه امبريشن، الانطباع، بيجي معاها كلمه ميك. هي اسكد مي سو ميني. ده السؤال رقم 10 بيتكلم على الصفات، الاشياء الغير عاقله بتاخد صفه مضاف لها اي ان جي، اللي هو كلمه كونفيوزنج. اي سجست، ده السؤال اللي انا بلغته لكل الاولاد. هنا سجست يا اخوانا، حضراتكم تختاروا ايه؟ ها دي اصل دي ثانيه اولى، كلمه سجست السؤال ده في ثانيه اولى، تختاروا ايه؟ قولوا معايا، خشوا معايا في الحوار، احنا هنا مش بنمتحن حد، احنا بنشوف مستوانا واقفين على ايه. ها آخر واحدة هتبقى هاس فين؟ هاز أيوة فاوند، آخر واحدة. مش كده؟ كلكم اخترتوا هاز ايه؟ فاوند. في الحقيقه فاهمك. الاجابه غير صحيحه. ليه؟ لان الفعل سجست ده من الافعال التي ياتي بعدها شد زائد المصدر، شد زائد الايه؟ المصدر. المصدر. ما فيش شد. عندنا هنا دايما بنعلم الاولاد الفعل سجست والفعل ريكوموند ياتي بعده الفعل في المصدر مهما كان الفاعل. الاولاد حلوا قالوا فاينز، شفت الفعل ده؟ قال ليه؟ عشان هي بتاخد الفعل في المضارع، بتاخد الفعل في نهايته ايه؟ اس، مش كده؟ لكن في الحقيقه يعني قلنا لهم باللغه العربيه بنقول نتيجه لفعل مش عارف ضمير مستتر تقديره شد، كنا بنعلمها لهم كده. فاذا دايما بنقول لهم ان سجست ياتي بعدها فعل في المصدر هي ريكوماند مهما كان الفاعل، ايا كان نوع الفاعل تاخذ الفاعل الحر نيابه سي. ذا شوب هنا اشورد مي ذا فريزر، فريزر عارفينه طبعا، الفريزر في الثلاجه. ذا نيكست داي، في جمله اختبر فيها حاجتين، اختبر فيها زمن المستقبل واختبر فيها حاجه تاني اللي هو الباسيف المبني للمجهول، واختبر المبني للمجهول. فلو لاحظتوا العيال طبعا قالت ايه؟ كلهم قالوا ويل ديليفر، يعني سوف يسلم. قال لا، ده الفريزر ما بيسلمش يا استاذ، ثم الفريزر بايه؟ بيسلم. الفريزر ما سلمة بيسلمش ولكنه يسلم، فبيجي تبني ايه؟ للمجهول. من الولد المجهول المفروض يقول ويل بي ديليفرد، فما فيش ويل. قال له ما انت حضرتك ما خدتش لبالك من الفعل ده، يعني ما خدتش لبالك من الفعل ده اللي موجود عندنا ده اللي هو ايه؟ الاشور. الاشور دي هنا جاءت فين؟ في الماضي، يبقى بدل ويل هتبقى وود، وتاخد الفعل قدامنا هنا. طيب طبعا ده اللي انا ايه السؤال رقم 13، وده من الاسباب اللي انا عايز ابدا الكورس مع حضراتكم بيه. يعني هو الكورس بتاعي طويل يعني صراحه، بس انا هاخد منه مقتطفات فقط تساعدني ان في الشرح بتاعنا لما نشتغل مع بعض. انتوا عارفين الباراجراف بيتكتب طبعا، هو هنا بتكتبوه وعارفين الجمل المقدمه ومش عارف زي ما نشرحه، لكن هو الان مش عايزك تكتب باراجراف. امال ايه؟ ده بيسالك ازاي تكتب باراجراف.
يو كان جيف اكزامبلز اند بروفايد ديتيلز، بيقول لك امتى في الباراجراف بتاعك تكتب امثله وتديني تفاصيل فانهى جزئيه، لانه طبعا هتبقى supporting paragraph. فعلا فعلا برافو عليكي، فعلا سبورتنج باراجراف في الباراجرافات اللي هي الميتا اون وايد، برافو عليكي. مين اللي جاوب؟ أنا اروى، برافو عليكي يا اروى، عشان لسه بس ما شفناش بعض يعني. مين حد تاني هيبعت؟ لا خلاص. طيب تعالوا بينا نشوف. كويس كويس، برضو مستوى حلو. فور مي، فور مي، بالنسبة لي، بالنسبة لي، ها ايه بقى بالنسبة لي؟ ايه بقى في الصوت لما بيقطع عندك الليان بيبقى سبب المشكلة عندك؟ باقي المجموعة عندنا الصوت واصل عندكم كويس ولا بيقطع؟ لا كويس كويس. كويس، يبقى المشكلة عندك. فور مي، بالنسبة لي، خلي بالكم من اللي جاية دي، خلي بالكم من اللي جاية دي. اسبيتس اوف كونفرنس، اهداف، اهداف المؤتمر. was the decision to concentrate، انا كل ده ما يهمنيش انا، بس انا عايز اعمل وصف لهذه الاهداف، تختار ايه؟ سي طيب لو انا استخدمت زي ما انت قلت حضرتك سي، خلاص اولا سي ايوه ما جاش بعدها صفه، ولو جاء بعدها صفه كان لما حطيت مور كان لازم يجي بعدها زان، زان ايوه ما فيش. تمام، لو استخدمت سو لازم يجي بعدها ذات، ولو ايوه استخدمت از لازم يجي بعدها از تاني، واو از، يبقى الاجابه مين؟ ايه ذا موست انكريبل، برافو كده. طيب تعالوا سيبكم من القطع عشان هديها يوم لوحده، انا مش مهمه بالنسبه لي القطعه. تعالوا ده طبعا هندي يوم خاص للترجمه بتاعه الثانويه عامه وازاي نتعامل فيها، بس انا ايه حبيت اقدمكم كده ايه مجرد ان احنا نبص للجزئيه دي ونعرف ايه اللي موجود معانا. بصوا شوفوا نظام الباراجراف او الاسيه في ثالثه ثانوي غير بتاعنا خالص، بيقول لك عايز منك 6 سطور بس، يعني حاجه بسيطه خالص، اتكلم على الامانه او ستاندينج كواليتي، هي صفه طبعا ذات هيومن شود يجب ان يكون عليها كل البشر. وفي القصه هنشرحها برضو ان شاء الرحمن، القصه هتشوفوها هتشرح بطريقه اجمل، واحنا انا اخترت ان انا اشتغل في مدرسه التجريبيه للاسباب الاتيه يا اخوان. واحد، لوجود السبوره الالكترونيه اللي هتساعدنا لو هنعرض فيلم او نعرض اي حاجه موجوده معانا وتساعدنا في عدم عمليه الكتابه بكثره. اثنين، مكان امن تشرف عليه وزاره التربيه والتعليم، مكان نظيف ومشرف عليه ومكان ولا لا حد كذا ولا حد كذا، فبنبقى قاعدين احنا ايه في امان. الحاجه الثانيه طبعا كل المرافق موجوده فيه ان شاء الرحمن. يعني هنبدا ايه الايام اللي انتم فاضيين فيها قبل ما نبدا؟ عشان انا عايز اعرف برضو من حضراتكم ايه اليوم اللي انا اختاره، انا عندي جدولي عامله بس انا عايز اختار لكم يوم يريحكم انتم تشتغلوا معاه. الموضوع مطروح للنقاش ولا هتردوا عليا بعدين؟ ما شاء الله. خلينا يوم الأحد يا مستر. يوم الحد، ها حد عنده؟ سلمى قالت يوم الحد، حد عنده مشكلة؟ أنا يا عندي مستر درس فلسفة يا مستر، ها عندي درس فلسفة يوم الأحد. يوم درس فلسفة يوم الحد، ها أنا طيب لسه ما جمعتش جدولي، أول ما هجمعه هبعت لك على الواتساب يا مستر، يعني انت يعني تعملوا ايه؟ أول ما هشوف يعني جدول باقي الدروس معايا هبعت لك اليوم اللي أنا فاضية فيه ولا انا على اساس احنا عايزين يا نختار قبل مستر. الناس كلها ما تحط مواعيدها عشان بعد كده ممكن ما نلاقيش مكان. خلاص ماشي حاضر يا مستر، طيب حاول خلاص اختار. الحد كويس، الحد كويس ده ما مع زميلتنا معانا سلمى، عشان ما اقدرش انا اسيب حد يعني، يعني تعشى فيا خير واسيبه وانا معايا درس يا مستر برضه الساعة 4، يوم الحد. وانا معايا درس يوم الحد مش هينفع. طب لو قلنا الاثنين، ماشي انا الاثنين كويس. تمام. حد معترض على الاثنين؟ لا 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 تمام. تمام، توكلنا على الله. في مريم هتخش معانا اهو. طيب يا مستر الاثنين والخميس لا. الاثنين والخميس لا. ده احنا بادئين بدري، احنا بنحدد مواعيدنا بدري يعني، على اساس انا ما رضيتش اضغط عليكم عشان تقدروا تتواصلوا معايا، تواصلوا معايا يعني.
احنا عامة يعني اول حصة هنجتمع بيها هناك عشان الكلام الايه وبعد كده نبقى نحدد يعني، حتى لو لقينا المجموعة مثلا لو كانت كبيرة ممكن نقسمها على مرتين على يومين يعني. نشوف كده مع بعض الجزئية اللي انا عايز اتكلم مع حضراتكم فيها الان. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبص كده معايا، انا عايز اتكلم عليه، انا عايز اتكلم مع حضراتكم على جزئية مهمة جدا. علشان انا ادخل المرحلة الثانوية لابد ان انا اكون بكتب كويس، اكتب كويس، علشان في عندنا بوزع لحضراتكم في الامتحان حاجتين، بابل شيت للاسئله الاختياري وبابل شيت للاسئله المقاليه. هنا عند حضراتكم هتلاقي الاسئله المقاليه بكتب فيها الترجمه، وده اختياري مش مشكله بالنسبه لي، ولكن موضوع الباراجراف بيحاسبوا عليه على هذه الجزئيه اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي علامات الترقيم، البنك يا كويشن مارك. مستر، نعم. هي الترجمة اختياري ولا الترجمة أنا بترجم بإيديا؟ لا لا، ترجمة اختياري، وأنا هعمل حصة خاصة هوريك هنتعامل معاها إزاي إن شاء الله، يعني الحصة الجاية هنتكلم فيها عن الترجمة وإزاي نتعامل معها. تمام إن شاء الله. بصي حضرتك إن شاء الرحمن بعد ما تطلعي من تحت إيدي إن شاء الله على كليات القمة إن شاء الرحمن، يعني إن شاء طب الله إن شاء الله يا مستر. يعني عمكم أو جدكم، أنا 38 سنة بدرس المادة، ما شاء الله. فدرست جميع أنواع المناهج، واسالوا اساتذتكم اللي درسوكم يقولوا مين هو محمد عبد الدايم. بصوا حضراتكم، يا مستر، أنا أبلة منى، أبلة منى لو تعرفها في مدرسة كيمة، قايلالي على منى حضرتك. محمد حسن ولا منى مين؟ أيوة، منى محمد حسن، أخصائية اجتماعية، ده خالته. صديقة العمر دي. ايوه هي هتبقى خالته. ماشي خلاص، واحنا عشان خاطر منى نكرمك اروح. ربنا يخليك يا مستر. والله ان شاء الرحمن يعني هترتاحوا تماما، عندي حاجات تاني بس مش عايز احرق كل مفاجآتي، يعني في هدايا وفي دروع وفي شهادات تقدير، وان شاء الرحمن يعني ايه، وبنعمل امتحان وبناخد الصور وبنعملها فيديو، بس حاجتنا اللي بننزلها على الجروب بتاعنا بس، ما بننزلهاش على الفيس، ماشي يعني بيبقى ايه على الجروب تمام. بتاعنا فقط لا غير، فعشان تاخديها توريها لبابا لماما للعيله وكده، يعني ان شاء الرحمن تمام ان شاء إن الله. شاء الله. الحاجة الثانية كمان، يعني أنا مدير عام التعليم الثانوي لمحافظة أسوان، يعني لو أي حد معاكم أي إشكال في أي حتة أنا جاهز أحلها لك بالتليفون أنت وقاعد إن شاء الله، إن شاء الله وإن شاء الله ما يجيبش ربنا مشا. نتكلم في يا الجزئية رب. بقى بتاعتنا ونخش في الجد شوية. الجزئية اللي إحنا اتكلمنا عليها عندنا حاجتين، إحنا قلنا هنكتب عندنا الباراجراف بتاعنا ماشي، لكن كمان بيجيب لي أسئلة زي ما هتشوف في الامتحان على علامات الترقيم. هنشرح علامات الترقيم الأول وبعدين نشوف الأسئلة بتيجي إزاي. أول حاجة عند حضراتكم اللي هي بنسميها الكابيتال ليترز. الكابيتال ليترز الحروف الكابيتال. يا أستاذ وأنا طالب في ثالثة ثانوي جاي تكلمني على الحرف الكابيتال الحرف الرسمول؟ أيوه. لأن هو بيجيب لحضرتك أربع جمل ويقول لحضرتك ادي عندك اربع جمل، مين الجمله الصحيحه في الاربعه دول؟ وانت تبص على الجمل تلاقي الاربعه شبه بعض، مفيش اختلاف فيهم، بيكون الاختلاف موجود زي عند حضراتكم في اول جزئيه بنتكلم عليها في الكابيتال ليترز، وهي زي ما انت هتشوف كده دايما احنا بنقول ايه؟ بنقول خلي بال حضرتك انه دايما الحرف الاول من الكلمه لازم يكون ايه؟ كابيتال. كابيتال. كويس؟ ليليان معايا سامعه؟ ليليان مشيت ولا قاعده؟ قاعدة. طيب سامعه معايا. طيب يعني انت ممكن يعني خلي معايا افتح كده معايا الميوت ورد عليا عشان اعرف في اكتف، يعني انا فاهم الحته دي انا مش فاهمها، لا عد دي تاني كده. فاول جزئيه بنقول ان الحرف الكابيتال اين يوضع الحرف الكابيتال؟ اول معلومه عرفها لك وانت عارفها، اول حرف في الكلمه، اول حرف في الجمله اقصد، اول حرف في الجمله، ادي الاولانيه دي جمله خبريه، الثانيه اللي تحتها دي جمله امر اهي، الثالثه الاخيره دي جمله استفهاميه. يبقى اذا ايا كان نوع الجمله، جمله خبريه، جمله امريه، جمله استفهاميه، علشان اكتب اي جمله بطريقه صحيحه لابد ان يكون الحرف الاول منها كابيتال.
اتنين الضمير اي يعني انا، اي يعني انا، سواء كان في الاول سواء كان في الاخر سواء كان في النص، في اي ده تاخده لازم الحرف ده يكتب كابيتال، لازم يكتب ايه كابيتال بدون اي مشاكل. خلي بالك من الجزئيه دي وهوريكم حتى احنا وبنحل ازاي انت ممكن انت وبتحل ما تاخدش البالك وتقرا الجمله خاطئه. الاستخدام الثالث للحرف الكابيتال اخليه فين؟ واحد يقول لي يا استاذ اهو هي كابيتال، خلاص طيب اتفقنا زي ما انت قلت لنا من شويه انه الحرف الاول من الجمله يكون ايه كابيتال. طيب ببص بعد شويه، بعد ما عمل عندي هنا الكوما، وبعد ما عمل الكوتيشن ماركس اللي هم علامتي الترقيم اللي قدامنا، طالما وضع يا سنه ثالثه علامتي ترقيم على طول تعرف حضرتك هنا ان دي جمله جديده. ما دام هي جمله جديده يبقى اذا انا عليا ان اتعامل معاها على انها جمله جديده، فلذلك ابدا الحرف الاول منها كابيتال. دي من ضمن الحاجات اللي بتتوه من الاولاد. الاستخدام الرابع ليه اللي هي بنسميها الكابيتال ليتر، بنستخدمها مع اسماء البني ادمين وبنستخدمها مع اي لقب. ادي مصطفى الحرف الاولاني كابيتال، ادي مستر لقب، ادي دكتور لقب، ادي بروف لقب، كل هذه عباره عن القاب يكون الحرف الاول منها دائما كابيتال. لما تتكلم عن القارات اول حرف في القاره لازم يكون كابيتال، كانت في الاول في النص في اي حته. الدول الحرف الاولاني منها كابيتال، دايما تخليه كابيتال مع حضرتك. العواصم بتاعت البلد مدريد، روما، برلين، كايرو، ايا كان. البحار، المحيطات، ولكن البحار والمحيطات هتلاحظ حاجه جديده، يعني بالنسبه زريد سي البحر الابيض الاحمر، البحر الاحمر ده ثلاث كلمات وهو علم، فلذلك تلاقي الحرف الاول من ذا، الحرف الاول من ريد، الحرف الاول من سي. لما بص على الثانيه ذا ميديترينيان سي، ذا ميديترينيان سي اهو البحر الابيض المتوسط، كل حرف الاول ببداه بيكون كابيتال. ذا باسيفيك اوشن، يعني ايه باسيفيك اوشن الثلاثه تعرفوه؟ ناموا باسيفيك اوشن، فين الشطار بتوعنا؟ فين اللي المحيط يعرف؟ ايه بقى؟ ها؟ المحيط ايه بقى؟ بس باسيفيك اوشن ده ايه؟ ده عباره عن ايه؟ معناه ايه؟ هو محيط بس انا مش عارفة محيط ايه. الله اكبر، باسيفيك اوشن يعني المحيط الهادي، المحيط الايه؟ الهادي. طيب اهو زا وبي واو. عند حضراتكم لو قفل معاك الزوم على طول اعمل اعاده تشغيل وانا هتلاقيني هقبلك على طول، عشان ساعات الزوم ده بيفصل. عندنا الجنسيات ايجيبشن، تشاينيز، جيرمان، فينيش اللي هي الفنلندي، الحرف الاول يكون دايما ايه؟ كابيتال. ايام الاسبوع الحرف الاول كابيتال. بص على اللي جايه دي بقى، تالي يمكن ما عدتش عليك. لو كان عند حضرتك، لو انا بصيت على الجمله دي، وات ا لافلي دريس، وات ا لافلي دريس، ده سؤال ولا جمله؟ جملة تعجب، جملة اي سؤال ولا جمله؟ مين اللي جاوب؟ أنا جملة جمله. تعجب. اروى، برافو عليك يا اروى، لان الاولاد اعتقدوا ان هو لما جابوا له في الامتحان فيها وات في الاول قالوا ايه؟ قالوا ده سؤال، لكن وات ا لافلي دريس ده بنسميها اكسكلاميشن سنتنس، يعني جمله تعجبيه. وحتى لو كانت سؤال برضو، طالما بصوا هنا خلص الجمله خلصت، عمل علامه التعجب، بدا بجمله جديده، فلذلك حتى الجمله الثانيه اول حرف في الجمله اللي بعد علامه التعجب او بعد علامه الاستفهام برضو تخليه كابيتال. طيب الاختصارات يا حضرات، الاختصارات اللي موجوده عندنا تي في، اختصار ليه؟ انتوا بتروحوا فين؟ التلفزيون التلفزيون. طيب بعد يا مستر، شويه الصوت بيقطع. يعني برضو هاجر برضو بيقطع عندك؟ طب بص ايوه لحضراتكم يعني ايه، ما تقلقش من حاجه، يعني ان شاء الرحمن انا بسجل الحلقه دي وهنزلها لكم على الجروب، يعني لو فاتت منك حاجه هتلاقيها موجوده.
تمام، ما تقلقيش يعني. بس مش معنى كده لا تروح سايبين انه ماشيين او تناموا وتروحوا تجيبوا شيبسي وتاكلوا. عشان انا في حاجات كتيرة قطعت معايا. طيب يوك بعد شويه، ده التعبير ايه ده يا بنات؟ في ده تعبير بريطاني، لكن لو امريكي هتلاقي اختلف، هوريه لك بعد شويه. يو كي ده اختصار ليه؟ ايه، ابيض يا ورد ولا ايه؟ المملكة العربية السعودية، ها؟ المملكة العربية السعودية. المملكه العربيه السعوديه يو كي، امال ايه دي؟ يو كي ده معناها المملكه المتحده، المملكه المتحده اللي هي يونايتد كينجدوم، انما اللي عندنا اللي بعدها يو اس اي، طبعا محدش بيختلف فيها دي، صح؟ يو اس اي يعني ايه؟ صباح الخير. يو اس اي معناها امريكا يا اخوانا، يونايتد ستيتس اوف امريكا، يونايتد ستيتس اوف امريكا، ناسا معروفه ومستر، عشان ايه ما اعملكوش تعقيد مش هسال تاني. الاسماء العلم، اسماء العلم اللي هي البروبر ناون، زي مثلا ذا سفينكس از ان جيزا، الذا الحرف الاول، واس بتاع الابو الهول، وجيزا بتاع الجيزه، وذا كايرو تاور برج القاهره، ادي سي بتاعت كايرو، وتي بتاعت ايه البرج. اعياد، اسماء الاعياد، عيد الفطر، عيد الاضحى، شم النسيم، تاخد الحرف الاول من كل كلمه كبتة. انت دلوقتي بتسمع ممكن تشعر بملل، ممكن تحس الموضوع سهل وهايف، لكن لما بنيجي في الامتحان بنلاقي الناس كل الكلام ده بيتنسي. ادي حرف الكابيتال برضو عند حضراتكم. هاف يوريد، هل قرات؟ وادي السؤال، ايه اللي خلاه يقول هنا تريجر ايلاند، عمل لها الحروف الاولانيه كابيتال؟ قال لي علشان ده اسم كتاب او اسم قصه، فاسماء الكتب، اسماء المقالات، اسماء الافلام، لا ياخذ الحرف، لو كان كلمه واحده يقبل الحرف الاولاني كابيتال، اكثر من كلمه كل كلمه تاخذ ايه الحرف الاول كابيتال. الكتب المقدسه، القران او الانجيل، هتلاقي عند حضرتك الحرف الأول من كل كلمة يكون كابيتال. أسماء اللغات، بتحكي مع مين يا هاجر؟ لا مش بحكي مع حد، في حد بين وين وين؟ صوت الشعر. هي سبيكس انجلش اند فرنش، ادي هنا عندنا الحرف الأول من كل كلمة يكون ايه؟ كابيتال. طيب خلاص، دي أول جزئية. طيب ادي الحاجه الثانيه اللي انا هتكلم عليها، فعلى ما في علامات الترقيم اللي هي الفول ستوب، ليها اسم ثاني جاء في الامتحان السنه اللي فاتت والعيال ما عرفتوش، اللي هو كلمه ذا بيريود وفول ستوب. البريطانيين بيقولوا فول ستوب نقطه، واحنا المعرب نقول نقطه، الامريكان يقولوا ذا بيريود. النقطه تسمى في الانجليزيه فول ستوب، في الانجليزيه الامريكيه بتسمى بيريود. طيب امتى انا استخدم النقطه دي؟ امتى استخدمها؟ واحد، أي نوع من أنواع الجمل ما عدا الجملة الاستفهامية. جملة خبرية I went shopping، ماشي يا عم. Do your best، جملة أمر. Don't waste your time، جملة نهي. يبقى إذا كانت جملة كذا أو كذا أو كذا، على طول يا حضرات هنا بستخدم إيه؟ فول ستوب في نهايتها. لما جالهم بص السؤال بقى في الامتحان، وهنا اشوف حضراتكم شطارتكم كامل، عديتوا على سنه تانية ولا شفتوها فيديو. سما سيد وين ويل يو بي باك، الجمله دي جمله ايه؟ دي جمله في الكلام المباشر، الكلام الايه المباشر، دي جمله استفهاميه، يعني سؤال في الكلام المباشر، سؤال في الكلام المباشر، حاطين له علامه استفهام. كلام حلو. لما تيجي حضرتك تحول السؤال إلى كلام مباشر في اللغة الإنجليزية، أول شرط بقول لك عليه إنك لابد إنك تحول السؤال إلى جملة. تحول السؤال إلى إيه؟ إلى جملة. إزاي؟ جميل. بأنك تبدل الفاعل محل الفعل المساعد. will you تبقى you will. طبعا أنتم عارفين التحويلات، you تحول إلى I، will تحول إلى would، ونكمل. لما حول الجملة دي جملة متحولة، ما ينفعش أجي في آخر الجملة أحط علامة إيه؟ استفهام. ليه؟ لاني انا اصلا حولتها الى جمله. فالاجابه الصحيحه الجمله في السؤال لما يتحول الى كلام غير مباشر نحط في اخره فول ستوب وليس علامه استفهام.
السؤال ده بيجي في الامتحان عشان يختبر حضرتك في 3 حاجات: واحد، انك عرفت المباشر والغير مباشر، 2، انك حاولت قدرت تتحول السؤال من كلام مباشر غير مباشر، 3، وضعت علامة البنكتويشن، ولذلك هتلاقي هنا السؤال ده عليه 3 درجات في الامتحان. نشوف حضراتكم في جزئية تانية هنشوفها مع بعض. امتى استخدم علامة الاستفهام؟ الجملة اللي قدام حضراتكم دي، يعني في امتى نستخدم الفول ستوب، اسف. How he died is unknown. ده يا اخوانا ده جملة ولا سؤال؟ مش عارف بتروحوا فين. سؤال سؤال سؤال. طيب واللي تحتيها سؤال what he did made me happy، جملة ولا سؤال؟ سؤال برضو برضه سؤال برضه. الحقيقة إن إجابة حضراتكم الاثنين خطأ، وده اللي حصل مع العيال في الامتحان. How he died، كيفية موته is unknown، غير معروفة. فين السؤال؟ What he did، مثلا he did made me، اللي عمله خلاني سعيد. فهنا بالرغم ان هي مبدوءه هنا بهاو اداه استفهام، وات اداه استفهام، لكن في الحقيقه هنا ليس سؤال. امال يا استاذ انا هعرفه ازاي ان هو سؤال ولا مش سؤال؟ اقول لك السؤال دايما بيتركب من الاداه، وبعد الاداه فعل مساعد، اهو شايفين ادي الاداه وراها ايه؟ فعل مساعد، وبعد الفعل المساعد فاعل، لكن اللي هتلاقي هنا جاب لك هنا فاعل، وجاب لحضرتك هنا ايه؟ فاعل. فالاجابه هنا How he died is unknown، دي ليس سؤال ولكنها جملة، فتاخذ فول ستوب وهنا تاخذ فول ستوب. دي هذه هي ايه الجزئية. نشوف حضراتكم ايه اللي هنستخدمه، بس ايه يعني اول ما هتخلص الجلسة دي هنخش تاني بسرعة بسرعة، هنخش مرة ثانية بسرعة، نخش مرة ثانية عشان نكمل مع بعض ايه اللي هنعمله في الجزئية. هو طبعا يعني دايما بيقفل بعد 40 دقيقة عشان يوفر النت على الناس. مستر الصبي بيطلع أنا سامعك زي الفل أهو. سامعاني كده؟ طيب عندي بيبو هندخل تاني اهو كده سمحنا على طول، تمام. مستر، هو احنا كده يعني هندخل لو فصل من عند حضراتكم تخشوا تاني على طول. احنا وأنا كمان دخلت. تمام، الحمد لله على السلامة.
يلا يا هاشم، مين تاني حد فاضل؟ طيب نرجع تاني ونكمل مع حضراتكم اللي احنا ايه بدأناه. هنلاحظ انه برضو احنا امتى بنستخدم الايه الفول ستوب اللي احنا بنتكلم عليها. في حاجه اسمها الابريفيشن، الابريفيشن اللي هي بنسميها الاختصارات، زي كلمه سبتمبر لما اختصرها اس بي تي فول ستوب، بيجس بي بي فول ستوب، ماندي ام او ان فول ستوب، وهكذا. لما تيجي تعمل يعني كسور عشريه في اللغه الانجليزيه 25 3 من 10 ما تحطش فاصله، الفاصله دي بتكون موجوده بالعربي، لكن عندنا هنا بنحط فول ستوب. في ادي الحته اللي انا قلت لحضراتكم عليها من شويه لما اتكلمنا على الاختصارات، كنا بنقول ايه اي ار اي كلها كابيتال ما فيش اي حاجه منها، لكن الامريكان مختلفين عننا شويه، لما يعمل اختصارات بيحط ايه فول ستوب، ار فول ستوب، اي، وهكذا. يعني ربما تلاقيها في اي مكان تعرف ايه الحكايه دي. امتى نستخدم علامه الاستفهام؟ امتى نستخدم علامه الاستفهام؟ انا عايزكم تستحملوني شويه علشان الحاجات دي لما نيجي نشتغل في المنهج بتاعنا ما تبقاش غايبه عننا. امتى بنستخدم علامه الاستفهام؟ بنستخدم علامه الاستفهام واحد في نهايه سؤال، سواء سؤال استفهامي او يعني اولاني اسمه سؤال باداه، والنوع الثاني سؤال استفهامي. السؤال بأداة هو السؤال الذي يبدأ بأداة استفهام، أما السؤال الاستفهامي هو الذي يبدأ بفعل مساعد. السؤال بأداة يتكون من 6 أجزاء، 1 2 3 4 5 6. أما السؤال بأداة يعني بيتركب من 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. سواء كان سؤال بأداة أو سؤال استفهامي لابد أن نضع في نهايته علامة استفهام، واللي احنا عارفينها دي يا أستاذ. طيب بص بقى في الجملة دي ووريني حضرتك شطارتك. ها، do the shopping before going home. do the shopping before going home. ليه الجملة الأولانية دي غلط والجملة الثانية دي صح؟ ليه في رأيكم؟ عشان دو هنا مش بمعنى هل، دو هنا بمعنى يجب. انت ممتازه يا بنتي اروى، ما شاء الله عليك. انت في مدرسه ايه؟ في العروبة. عند سهى. أيوة. الشتمت كم مره من سهى؟ لا يا مستر، الحمد لله ما شتمتش ولا مرة. هنسجل الفيديو ده لحسن تزعل مني. مش هقول لها اروى قالت ناس. Do the shopping before going home. يعني اعمل هنا في اللحظه دي اسمها يا سنه ثالثه جمله امر، جمله ايه امر، بالرغم ان هو هنا بادئ بدو، بس دو اللي موجوده عندنا هنا دي ليست يعني ليست فعل مساعد، هنا جاءت فعل اساسي، والفعل الاساسي او الفعل المساعد اذا جاء في بدايه جمله كان فعل اساسي ومعناها افعل او حسب معناه اللي هيكون موجود عندنا، والجمله التي تبدا بفعل في المصدر تسمى جمله امر، والجمله التي تبدا بفعل في المصدر تسمى جمله امر. تمام، كويس. في حد من ما حدش يخش بين عليه ولا ايه؟ ما علينا، تعالوا نبص على الثانيه. لو انا سؤال، عارفين السؤال المزيل لسنه ثالثه؟ عارفين السؤال المزيل؟ ايوه مزيل هو سؤال يأتي في نهاية الجملة ويكون بمعنى أليس كذلك، ويتركب من ضمير فعل مساعد وضمير فاعل وعلامة استفهام مش فول ستوب. فهتلاحظ إن حضرتك آدي السؤال المزيل فبنحط في نهايته علامة استفهام، ما ينفعش نحط فول ستوب. طيب تعالى الثانية اللي هي علامة التعجب، بيسموها مارك أو بوينت. يعني علامة التعجب في اللغة البريطانية يسموها اكسكلاميشن مارك، واللغة الأمريكية يسموها اكسكلاميشن بوينت. فطبعا احنا هذه العلامة مظلومة، بنستخدمها قليل جدا، لكن بص استخداماتها بقى يا شاطر كده وخلي بالك، وهخلي بالك وهشرح لك ليه انا بركز عليها. في تعبيرات لو انت عايز تعبر عن مشاعر قوية عندك، حتى لو انت بتكتب يعني رساله ولا حاجه، مثلا مشاعر قويه للحب او الخوف او الفزع او الحياه دي كلها، تحط علامه تعجب. وات ا بيتي،
يعني ايه؟ يعني بلغتنا احنا هي خساره. فحط علامه تعجب، بين ان هو عنده مشاعر قويه وحزين من امر ما. هولد هولد هنا، فطبعا بيبقى عايز مساعده، بس بيبين ان هو خايف جدا. اي لاف يو، طبعا انتوا عارفين الباقي. التعبيرات اللي بتدل على المساعده برضو بنستخدم ستوب بليز. طبعا ستوب بليز ده تعبير بيستخدموه هناك، يعني عندهم جماعه الاجانب، بس احنا عندنا لحد هيقول لك ستوب ولا بوليس، تلاقيه مسكك من جفاك واطلع وانتهي العقد. بعد التعبيرات اللي تدل على التعجب والدهشه، طبعا اوه ماي جاد، واو، جريت، كل هذه التعبيرات تاخد علامه تعجب، ما تاخدش لا علامه استفهام ولا تاخد فول ستوب. خلي بال حضرتك بقى من اللي جاي، خلي بال حضرتك من اللي جاي. علامة التعجب في نهاية الجملة ممكن تحل محل النقطة، ولا يستخدمان معا. يعني ما احطش علامة تعجب وفول ستوب، لا، لازم واحدة من الاثنين. زي You are my best friend، انت صديقتي المفضلة. لو انا حطيت فول ستوب بس، معناها ان هو انا بقولها بدون مشاعر قوية، بقولها كده والسلام. لكن لو قلت يو ار ماي بيست فريند وحطيت علامة تعجب، ده معناها انك انت بتعبر عن مشاعر قوية نحو هذا الصديق او هذه الصديقة. قال لي كمان خلي بالك، قد يبدأ اسلوب التعجب، انتوا عرفتوها من شوية، بأداة استفهام. وات وات نايس داي. غلط. ليه؟ قال لي داي ده مفرد لازم تحط له قلت له ماشي. وقال لي في نفس الوقت تاني تقول وات، هنا ليست بأداة استفهام ولكنها أسلوب تعجب. وات أ نايس داي، يعني يا له من يوم لطيف. فاستخدم هذه الجزئية الصحيحة. تعالوا قبل ما نكمل هناخد بس حاجتين كده، نشوف حضراتكم فهمتوا كام في المدير. الأسئلة اللي بتيجي في امتحان الثانوية العامة على الجزئية اللي احنا شرحناها، دي أسئلة بتيجي في امتحان الثانوية العامة على الأسئلة اللي احنا ايه شرحناها. Bank equation is a system of symbols that we use in language. يقول ان البانكتويشن ده عبارة عن نظام من الرموز بنستخدمه في احد انواع اللغات. تفتكروا انها اللغة اللي بنستخدم فيها الثانية الكتابة. ريتن؟ فعلا ريتن لانجويج، فعلا اللغة المكتوبة. فعلا اجابتك صحيحة، اللغة طبعا اللغة المكتوبة، ما ينفعش للحديث ولا السمع ولا يسد يعني. طيب نشوف الثانية دي، أنا مش هحلها معاكم لأن أنا بس هشوفكم هتعرفوها ولا لا. Which cannot come at the end of a sentence، واحدة من العلامات الترقيم الأربعة دي مش ممكن تيجي في نهاية الجملة، مش ممكن تيجي في نهاية الجملة، تيجي مين فيهم؟ ده النوع ده من الأسئلة، من الأسئلة اللي بيجيبها المستشار في الامتحان. تبقى أنت الحاجة ما خدتهاش، لكن يدي لك ثلاثة أنت خدتهم واحدة ما خدتهاش. تفتكروا مين اللي ما ينفعش يجي في الاخر الجمله؟ اكسكليميشن مارك. طيب كلمه اكسكليميشن مارك علامه التعجب، ما احنا لسه واخدينها، بتيجي في نهايه الجمله. هتبقى الثانية الثانيه دانيال، هي كول. عارفين كول دي معناها ايه؟ طيب يا اللي هي سلمى، الشرطة الصغيرة، لا ده اسمها داش. الثانيه يا سلمى، على ميدان القول. لا دول كولن اللي هم نقطتين فوق بعض. انتوا محدش شرح لكم الكلام ده سنه ايوه ثانيه سنه ثالثه لا خالص ايوه ايوه اولى؟ طيب ادي السؤال، اسئله ثلاثه واربعه وخمسه، دول النظام ده استخدم السنه اللي فاتت في امتحان بتاعنا. Which sentence is correct؟ بيقول لك اي الجمل الاربعه دول من وجهه نظرك صحيحه؟ بصوا لهم كده وقولوا لي، والشاطر اللي احنا هنقول عليه برافو عليه اللي هو عمل معانا دي، يلا كده وتقول لي ليه. يا بنات اشتغلوا معايا، غلط غلط، احنا ما بنذبحش حد. رقم 4. رقم أربعة اللي هي دي قصدك يعني؟ أقصد دي، أنت تقصد اللي هي دي؟ لا لا يا مستر، انا يعني انا احنا هي يا بنحل مستر، رقم ثلاثة، خلي بالك. نحل هو بالسؤال. من رقم 3 4 و5 نحلهم صح؟ لا حلي لي ثلاثة بس الأول بس. اخترت الإجابة الصحيحة مين؟ سي سي. طيب مين معاها تاني في الإجابة؟
هاجر قالت لكم سي. لا مش انا، من مين؟ لسه بحالي. مين اللي قال سي؟ انا مستر سلمى. ماشي شاطرة يا سلمى. فعلا إجابة سلمى إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ هنشوف مع بعض. الإيه ما نفعتش ليه؟ عمل السي هنا إيه؟ سمول ما تنفعش. سمول I speak Chinese، هنا عمل جي إيه؟ سمول يبقى مش أدي سمول. خاطئة. طيب الأخيرة، الإجابة هي الصحيحة اللي هي دي عشان هو عمل الاثنين. طيب الأخيرة خطأ ليه؟ بالرغم إن هو عامل السي كابيتال صحيحة والجي عشان هو كابيتال عامل، صحيح. عشان حاطه اوف بدل ام. برافو عليك يا بنتي أروى، والله أنت ممتازة. شكلك دكتورة هتطلعي، والأدبي تطلعي في الآخر. أدبي أدبي. أنا. دكتورة من أدبي. ممتازة والله، ممتازة. ليه؟ لأنه لما جاء السؤال ده في الامتحان العيال بيجوا يقروه كده، أي سبيك تشاينيز أند جيرمان. هي. إزاي جبتين صح؟ ما خدش باله إن هي أوف مش أند. فمع لهجة الامتحان والرهبة بتلاقي نفسك إنك أنت بتحل خطأ. ما علينا. طيب نشوف اللي بعدها الرابعة اللي هي دي سنة ثالثة. ها اخترتوا ايه دي بقى؟ اخترتوا ايه؟ دي 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 الأخرانية. دي ليه الأخرانية ايوه اللي هي بي دي؟ اللي هي دي مش دي يعني؟ دي دي ايوه طيب ليه؟ ايه طب الباقيين خطأ في ايه؟ مش عارفة. رقم لا سي عم. الأولى في نقطة ما بين الجملتين فدي غلط. الأولى بين جملتين فهي خطأ. ها والثانية ورقم الجملة سي الثانية الإي عاملها الإتش عاملها سمول. نعم. لكن الإجابة الصحيحة والثالثة غلط حضراتكم، صح كده الإجابة الصحيحة أهي يا مستر. هتبقى إيه؟ إيه؟ ليه؟ ليه؟ لأن طب يا دول مستر جملتين منفصلتين، والدليل على كده إن هو بدأ لحضرتك بعد الفلسطوب بفرح حرف إيه؟ كابيتال يبقى كابيتال. دي جملة جديدة. خدت بالك من دي كويس؟ ما ينفعش كوما بين جملتين يبدأ بهم فاعل، عشان أحط كوما ما يبدأش بجملة تانية بعدها فاعل، ما ينفعش هنا، ده بادئ بفاعل يا حضرات. فيبقى إذا المفروض إن هو كان عشان أحط هنا أحط أداة بدل الكوما، أقول أنت كذا 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 اللي أنتوا أدوات الربط اللي أنتوا عارفينها. تعالوا نشوف رقم أربعة. ها؟ هتبقى دي اللي هي يا أخي عشان ده دي إيه ده؟ عشان ده إيه ده؟ أسلوب دي تعجب. تعجب. أسلوب ايوه عشان تعجب. صرت تعجب هنا تبقى دي الاولى يا مستر. مش برافو دي. برافو تمام. يعني انا لغايه دلوقتي علمتكم حاجه؟ ايوه فهمتوا حاجه اكيد. يعني؟ الحمد لله مني ولا اروح اقول ايوه انت؟ الحمد لله. ايوه الحمد طيب لله. الحمد لله. ماشي تعالوا نشوف كده. واو تاخد هتبقى اخر القلم. واحده، هتبقى اخر واحده عشان صرت تعجب. برافو 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 تمام. طب خد اللي جايه دي بقى، خد اللي جايه دي. لا بس هي احنا لسه ايه، ما she has written a poem يعني قصيدة a novel and كذا 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 كذا. هتبقى الأخيرة فعلا نقطتين فوق بعض لأنه هو هيبدأ إيه يعدد جملة ويفصل جديدة. بعدها. طيب أنا عشان ما أضيعش الوقت في الأسئلة لأن لسه معايا شغل كتير خالص، يعني أهم حاجة أنا كنت وصلت من عندكم الفكرة وبدأت تعرفوا معايا. تعالوا بصوا كده بقى معايا. يا مستر هناخد ممكن تصور لنا الأسئلة دي وتبعتها لنا على الجروب واحنا نحلها ونبعتها لحضرتك. انا بص هعمل لك ايه، انا هنزل لك الملف بتاعها ده اللي انا بشرح منه ده، هنزله لكم على الجروب في البريد. تمام ماشي. تمام. طيب بصوا حضراتكم، يعني انا يعني ان شاء الرحمن بعد ما نمشي كده شويه قدام هعمل امتحان على جوجل فورم. جوجل فورم ده امتحان الكتروني زي امتحان التابلت، عارفين امتحان التابلت؟ ايوه هبعته لحضراتكم وانت كل واحد هيخش عليه وتحليه، وانت هتعرف درجتك بنفسك، يعني هتبقى عارفه نفسك ايه، وهنناقش مع بعض ونشوف بعدين، بس بعد ما ناخد يعني شويه كده عشان في نهايه اللقاء ده بتاعنا. يعني ان شاء الرحمن الفيديوهات اللي انا بعتها لحضراتكم دي عند القناه بتاعتي، خشوا واعملوا مشاركه لما تاخدوا الفيلم تلاقي تحت فيه اشتراك عشان لما انزل حاجه جديده توصل لكم، ما نقعدش اننا نرفع كل شويه. ولا انتم ما اسمع مش فاهم، ما تعرفوش الحته دي؟ لا يا مستر تمام. تمام. ادي الجزئيه الثانيه، هنتكلم على الكوما الابوستروف الاول، كوما بعدين الابوس، عارفين الابوستروف؟ ايوه الينيان ليه مش عايز كلمه الليان خالص؟ قافله معايا خالص. كتب
طيب تعالوا بينا نتكلم على الابوستروف. الابوستروف او الابوستروف بيسموه بعض اللهجات. اولا في واحد لما تعمل عملية نفي مختصر are not، are not لما يختصرها اختصرها قال ايه؟ ها؟ aren't، أرنت وادي مستر، في الابوستروف اهو شاشة شوية does مستر، not. ها؟ مستر نعم صغر الشاشة شوية، نعم صغر الشاشة شوية، أصغرها الملزمة. كويس كده. لا كمان انت شغال على موبايل شكلك. طيب كده كمان كويس. طيب ما انا عايز اقول لك، طب ما تعملي الصوره بالعرض مش بالطول من عاملها بالعرض. برضو. طيب مش مشكله. استخدمناها لما نختصر، قلنا الافعال المساعده في حاله النفي. الضمائر I am بنختصرها ابوستروف، we have، we have. طبعا انا الحياه سهله ما بوقفش عندها كتير يعني. بنستخدم الابوستروف في حاله الملكيه، في حاله الملكيه. The students book، the children's room. شايفين ده اس الملكيه بتاخد هنا معاها ايه اللي هي عمليه الابوستروف اس. بنستخدم كمان حته تاني، ايه الفرق بين ذا، شايفين المثال ده ذا ستودنتس بوك، شوفوا المثال ده ذا ستودنتس بوك، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ايه الفرق يا سنه ثالثه؟ قولوا، قول اللي عندك عشان اعرف المعلومه اللي عندك ايش اخرها ايه. أبوستروف إس. الاثنين فيهم ابوستروف خلي بالك، بس ايه الفرق بين الاولانيه والثانيه؟ عارفة الأولى بس مش عارفة التانية. الأولى إن هي الإس اللي فوق دي إس ملكية، فعشان كده تمام حطينا لها أبوستروف. تمام والثانيه ما اس برضه. طيب عامه مش الاثنين جملتين دول جمله ملكيه، بس الاولانيه ان بتكلم على مالك مفرد، ذا ستودنتس بوك، كتاب الطالب. فكلمة student هنا ليس في نهايتها حرف الاس، تمام؟ فلذلك ايوه لما يكون الكلمة مفرد وعايز أعمل لها ملكية بحط لها أبوستروف اس. طب لو كانت الكلمة أصلا جمع، إذا كانت الكلمة أساسا جمع آخرها اس، فبعمل إيه؟ ما بحطش أبوستروف اس، بحط أبوستروف فقط، تمام؟ طيب لاحظ حاجة تانية، قال لي زي ما المعلومة اللي بقول لك عليها، إذا كانت الكلمة آخرها اس أو اس اس أو اكس في حالة الجمع بحط لها أبوستروف فقط وليس أي شيء ثاني، ودينا وضحناه هنا. طيب قال لي عند حضرتك في حالة إن أكثر من شخص يخصهم، يعني عايز يقول لك إن هو كذا واحد، I went to سما، خلاص رحت عند سما وعند أحمد وعندي مش عارف ايا كان، مثلا رضينا، كم واحد دول؟ ثلاثة. هاوس يعني رحت البيت سلمى وبيت احمد وبيت رضينا. هتلاحظ ان مش كل مرة انا هقول سلمز احمدز رضينز، قال لي لا، ترص الثلاثة واخر واحد بس فيهم هو اللي تحط له ابوستروف اس، ما دام هم الثلاثة مشتركين في كلمة واحدة. دي بيتهيألي يعني عايز يقول لك ان هما الاثنين ثلاثه عايشين في بيت واحد، فلذلك في البيت يملكوه هما الثلاثه، فما حطش لكل واحد كلمه هاوس وابوستروف اس، لا تتحط مع اخر اسم انت هتذكره. ودي خلي بالكم ده من التمارين اللي جات عندنا في نماذج الوزاره وناس كتير ما كانتش عارفاها. اما لو عند حضراتكم بقى بيت هاجر لوحدها وبيت سلمى لوحدها وبيت مثلا مروه لوحدها، يبقى هنا في اللحظة دي أحط I want to سمز أحمد رودينز أحط أو أبوستروفين. أبوستروف إس لكل واحدة، لكل واحد فيهم. ليه؟ أنا بقى كأني بقول للقارئ إيه؟ إن ده بيت سما غير بيت أحمد غير بيت رودينا، لكن لو الثلاثة أخوات قاعدين في بيت واحد يبقى أحط على آخر واحد أبوستروف إس وقال كلام لغاية النهاية. نتكلم على الكوما يا حضرات. مليت ولا لسه؟ لو مليت قولوا لي، إحنا مش عايزين تاني. ها؟ لا لا شغال ولا مليته؟ لا كويس. طيب
عندنا الكومة اللي موجودة عندنا. قال لي أولاً يعني في حالة الكتابة يتم ترك مسافة سبيس بعد الكومة وليس قبلها. يعني لما حضرتك بتكتبي على الكمبيوتر وقلت كلمة سما، ها، وهعمل كومة، ما احطش مسافة وبعدين الكومة، لا، اكتب الكومة وبعدين المسافة، واتمنى ان هو ما يجيبش جزئية زي دي، لان العيال مش هتاخد لبالها من المسافة وغيره. I wish that مثلا you studied hard. هنا بنستخدم كومة، اول استخدام ليها بنستخدمها بعد الشخص المخاطب، ها، وطبعا ايه اذا جاء في بداية الجملة. يعني اقول له يا هاجر، وهقول لها جملة، يبقى بعد هاجر احط ايه؟ كومة. كومة. اهو كده طلعت هاجر. طيب نستخدم لا تاني الكومة دي بعد مين يا استاذ؟ قال لي ماشي، حتى لو جاني المخاطب في نهاية الجملة. الكلام ده احنا بنلاقيه فين يا اخوانا؟ بنلاقيه في كلام مباشر وغير مباشر لو انتم فاكرين. يبقى اذا بعد ايوه الشخص المخاطب جاء في الاول جاء في الاخر بنحط، طبعا جاء في الاول نحط بعد الكومة، جاء في الاخر نحط قبله الكومة. كومة. الكومة يعني زي ما احنا قلنا كده ايه، لو كانت في سياق الجملة، يعني جايين جملتين ورا بعض اهو، I wish that you يا سما studied harder، اتمنى يا سما انك تذاكري كويس. يبقى انا كلمت سما، جت فين المرة دي؟ لا جت في الاول ولا جت فين في الاخر، انما جت فين؟ يبقى تاخد النص قبليها كومة وبعديها كومة. قولوا لي كنتوا عارفين الكلام ده قبل كده؟ سكت. الكومة بنستخدمها كمان قبل كلمة بليز، شايفينها؟ أهي ايوه كلمة بليز. تمام. الحاجة الثانية، لو أنا عندي إيه حاجات متعددة، أنا رايح أشتري تفاح وأشتري موز وأشتري بتنجان وأشتري كذا وكذا 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 وكذا، لو معاك 300 ألف حاجة كل واحدة تقول كومة 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 إلا الكلمة الأخيرة أحط قدامها إيه؟ and. شايفينها كويس؟ إلا الكلمة ايوه الأخيرة أحط قدامها and. طيب قال لي بص، أدي الجملة اللي أنا أقولها، I searched for my keys in my handbag on my desk and under the chair. I searched for my keys in handbags on my desk and under the chair. قال لي ايه اللي حاصل عندنا هنا؟ قال لي هنا هذه الجملة، الجملتين صحيحتين. طيب ايه اللي ايه الاختلاف بينهم الاثنين؟ قال لي ايوه، بص كده حضرتك، الجملة الأولانية I searched for my keys in my handbag on my desk، مفرد مفرد on my desks، تيجي ايه جمع، لما كانت مفرد جامد. ممكن تحط كومة قبل اند، دي الامريكان بيستخدموها، وممكن ما تحطش كومة مع اند. طيب لو انا عندي جملة سؤال مزيل، قال لي قبل ما تكتب السؤال المزيل يا استاذ حط لي كومة. بحط كومة. طيب لو انا عندي ايه، عندي جملتين، يعني هنا مثلا ايه في اجزاء في الجملة، يعني جملة وضعها جملة تاني واحط هنا اداة ربط، قال لي بيحصل عند حضرتك بتحط ادي ايه؟ ادي الكومه وادي الكومه بين الجملتين عشان اعرفه انه داخل على جمله جديده. بس جملتين ايه؟ متصلتين، يعني لو هو منفصلتين هحطه في الوسط. كومه ممكن نستخدمها كمان تاني بين العبارات اللي مش جمل. طب يا استاذ ايه الفرق بين دي ودي؟ قال لي حضرتك while I was playing football I got a cup. فاكرين قاعدة when وقاعدة while وقاعدة if مش دايما بيجي وراها كام جملة؟ بيجي معاهم ايه؟ جملتين. قال لي هنا في اللحظة دي الجملتين اللي معاهم أداة ربط مبدوءة بيهم، مبدوءة بيهم، هنا في اللحظة دي أحط كومة بين الجملتين. أما إذا كانت أداة الربط جاية في النص ما تحطش كومة. زي ما أنتم شايفين هنا أهو، آدي الجملة والجملة حطينا بينهم كومة، وآدي الجملة والجملة حطينا بينهم كومة، لكن هنا عشان الأداة جاية في النص انا ما حطيتش اي كومه عندي. طيب الحاجه الثانيه نستخدم حضراتكم، لو انا هستخدم برضو الحاجه الثانيه، قال لي لو عندك اجزاء في فصل بين اللي في حاله اجزاء مستقله الجمله ولكنها تبدا بفعل مضاف له اي ان جي او تو زائد المصدر، برضو تبقى هي كانها جملتين بنحط كومه بين الاثنين.
قال لي في قاعدة بتقول عندنا في اللغة الإنجليزية ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة. ابدأ الجملة بحال ولا تبدأها بصفة. فإذا بدأت الجملة بتاعت حضرتك بحال زي كده، زي الأشهر مثال بيجيبوه في الامتحانات كلمة fortunately unfortunately، لحسن الحظ ولسوء الحظ. في هذه اللحظة دايما يا حضرات إذا بدأت الجملة بحال بتحط كما بعد الحال مباشرة. وكذلك في رقم 11 إذا بدأت بظرف زمني، امبارح كذا، بكرة كذا، الشهر اللي جاي كذا، فبدأت هنا بأداة ظرف وقفلتها فبحط كما ثم أكمل باقي الجملة. كذلك في الرد على سؤال استفهامي، السؤال الاستفهامي بيترد بيس أو نو، فقال لي لما تقول يس وعايز تجيب وراها الإجابة تحط كما، ونو برضو تحط إيه كما. قال لي كمان حضرتك لو في ديل، الجملة ليها ديل اللي احنا بنسميها الجزء الأخير من الجملة بس إيه متناقض، يقول لك فلان تعبان بس مش مهمل، أهي بس مش دي، فهنا بتحط عندك كما قبل هذه الجزئية. لو أنا عندي my father was born in Giza, Egypt, but now كده يعني جيزة اللي موجودة في مصر، فدول هنا اسمين جايين عنوان ما اقدرش احطهم مباشرة ورا بعض، وده الكلام ده اتعلمته في ثالثة إعدادي، بينهم بحط عندي إيه كوما. أجزاء التاريخ، قال لي أجزاء التاريخ، بص حضراتكم he was born on 8 مارس 2012، اتولد يوم 8 مارس سنة 2012. لو أنا هكتبها بقى إيه بطريقة الأرقام أقول 8 مارس كوما وبعدين أحط الإيه السنة. سنة. الأمريكان غلط بقى، الأمريكان يختلفوا عنينا، الأمريكان يختلفوا he was born on مارس، يجيب الشهر الأول وبعدين السنة وفي الآخر يحط اليوم ويجيب قدامه كوما. إحنا ده امتحاناتنا دي اللغة اللي إحنا بندرسها هي دي، دي الأولانية دي اللي إحنا بندرس بريطاني مش بندرس أمريكاني، بس لا ربما تلاقيها في أحد الكتب الخارجية أو الأستاذ يتفزلك عليك مثلا في الفصل وأنت ما بتروحش فصول أصلا، فهتخلي بالك من هذه الجزئية. قال لي بعد علامات التنصيص، يعني الكوما لو أنا هعمل علامة تنصيص ودي اللي جات في امتحان السنة اللي فاتت بالظبط، علي سيد I am traveling tomorrow، علي سيد I am traveling tomorrow، شايف كده كلمة أهو علي سيد، لما جات في الأول جبت وراها كوما، ولما جات في الآخر جبت قبليها الكوما. دي جات السنة اللي فاتت السؤال ده، السنة اللي خلصت يعني سنة 23. خلي بالنا من هذه الأشياء، خلي بالنا من هذه الأشياء، ده مع الجملة الخبرية. طيب هنا قال لك أشرب سيد هاف يو كذا أسكت، خلي بال خدت بالكم من حاجة هنا، إن هنا عملية اللي أشرب قال الجملة، لو هنا تحولت الجملة فيها قال بنحط بعد هنا عملية الكومة اللي موجودة عندنا. طيب قال لي لو عند حضرتك جمل اعتراضية، يعني الجمل الاعتراضية، الجمل الاعتراضية يعني زي عاملة زي الحال Friday الجمعة which is a public holiday اللي هو عبارة عن أجازة is the only day when I get up late. شوف كام حاجة، فقال لي Friday كأنها أداة ظرف زمني حطيت بعدها كومة، جبت جملتين ورا بعض فحطيت بينهما هنا جملة وعبارة أسف فحط بينهما الكومة اللي موجودة عندي. في عندنا ممكن لو عندي صفتين عايز أقول ده مثلا إيه شاطر وممتاز وغني ومش عارف، تحط بين الصفات هنا ايه، طبعا هنا ايه خلي بال حضراتكم هتلاقي he is strong healthy man، يعني هو رجل ايه قوي وصحته كويسه. لو انت مش عايز تحط كوما ممكن تحط بقى بدل كلمه الكوما كلمه ايه and، لكن and he is a strong healthy على طول بدون and ولا كوما يقول لي اجابه حضرتك اجابه ايه خاطئه. ده هنشوف كده ايه كام تمرين كده بسرعه. which sentence انتوا شايفين الصفحه كده باينه لكم واضحه كويسه؟ كبرها معلش شوية يا مستر، ما في احنا كبرنا في غيرنا ما شافش كده كويس. معلش يا مستر. أيوة تمام. which sentence is punctuated correctly، يعني بيقول لي ده نوع تاني من الاسئله سنه ثالثه، بيقول لي اي الجمل اللي موجوده عند حضراتكم جمله صحيحه من ناحيه علامات الترقيم، لان هناخد سي بالطريقه السؤال ده هناخده باكثر من طريقه. اخترتي سي، be سي quiet please. طيب الأولانية ما نفعتش ليه؟
عشان ما فيهاش اصلا علامة ترقيم. اه ما فيهاش في كومة، يا مستر تمام. وبي كوايت بليز برضه ما فيهاش، تمام، ما حطش فول ستوب. ايوه والرابعه نفس الكلام، بدأ بحرف سمول، يبقى الاجابه الصحيحه زي ما انت جاوبتوا، برافو عليكم، اللي هي دي. كويس. فين مروه؟ سكتت مروه ليه؟ Which of the following sentence must end with an exclamation mark؟ واحدة من الجمل الأربعة دي لابد أن تنتهي، ها، بعلامة مستر، تعجب. مستر شاشة كبيرة. شاشة كبيرة، شاهد مش شايفة. طب ما تحركي كده، مش في عندك بيبقى في إيد اللي زي دي كده، مش ممكن تحركي بالإيد كده ولا ما عندكيش؟ ما عندكيش الإيد عارفة دي؟ منين أصلا؟ لا حضرتك بس اللي بتعرف تحركها. لا انا، لا الموبايل عندك مفيش خالص. طيب اهو كويس كده. ليليان، ليليان اهو، ليليان فصلت مني ليه؟ مش عايز تكلمني؟ مش عارف، زعلانه مني ولا ايه؟ تمام. طيب which of the following، ها، مين يا اخوانا اللي لازم نحط فيها علامه تعجب سنه ثالثه الدكاتره؟ بي ليليان بتلعب سي بالقلم بس، ها، بطل اللعبه يا ليليان، بتشخبطي بالقلم الاحمر ليه؟ What is your favorite view here? What a lovely view you have here. How نفس can you الوقت find Sydney هتبقى سي أكثر؟ يا مستر. طيب نشوف سي. How can؟ ده سؤال على طول. هتبقى دي فعلا الإجابة بي. دي What a lovely، ما فيش أهو تركيب السؤال. تمام. Which sentence must be ended with a full stop؟ إيه الجملة اللي لازم نختمها بفول ستوب بدون؟ سهلة. بي بي فعلا بي بي، فعلا فعلا. هي مروة قاعدة ولا مشي؟ هيني يا مستر معاكو. طب سمعيني صوتك كده عشان احس انك انت قاعدة، عشان تزعل مننا منى. ماشي. We use the question mark، نستخدم الكويستشن مارك. فين دول؟ انا واحدة. هاجر مشيت، قفلت الصوت. ايه يا لا مستر؟ موجودة. أه. ايه؟ فعلا at the end of the question. اهو. جابتك صحيح. برافو. طيب. Which of the following is punctuated correctly؟ انا اخر واحدة هحلها دي ونخش على جزئية تاني. واحدة من دول البنكتويشن بتاعها صحيح. دي دي طرفي. سي وناس قالت سي وناس قالت دي. طيب هنلاقي دي هنا، هتلاحظي ايه؟ ها، طيب نمشي واحده واحده. مين ليه ما تنفعش؟ ايمن سيد وير ديد يو سبيند يور هوليداي يا علي؟ يبقى اذا هو المفروض ما دام ده سؤال في الكلام المباشر، المفروض يحط علامتي ترقيم، مش كده؟ علامتي ايوه ترقيم ما فيش. طيب نشوف الثانيه. ها، where did you spend your holiday يا علي؟ غلط عشان دي سمول. عامل الايه سمول. ايمن سيد where did you spend your holiday يا علي؟ ما فيش علامات تنصيص وعلامة استفهام كده. where على did you الاستفهام. spend your holiday يا علي؟ ادي علامة الاستفهام والتنصيص مع بعض، صح كده؟ يبقى دي الاجابة الايه الصحيحة. دي ها، وصلت معاكم؟ طبعا لما تاخدوا ايوه وقت حلو اكتر. طيب في جزئية أنا مش عايز ماشي. أخليكم تملوا مني من الأول أصلا، مش عايزكم تجرفوا مني من الأول. آدي الجزئية اللي إحنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي نقطتين فوق بعض، اسمها إيه دي؟ الكولوم. كولوم تستخدم قبل القوائم. يعني إيه؟ أنت حضرتك هتبدأ تكلميني على أكثر من جزئية، إزاي؟ أن إساي إن المقال has three parts، يتكون من ثلاثة أجزاء. يبقى أنت هنا هتتكلمي على أجزاء، في اللحظة دي أحط إيه؟ نقطتين فوق بعض. نقطتين في بعض. آه، المقدمة والمش عارف إيه والكذا وكذا وكذا، أند 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 أند، هنا أحط نقطتين فوق بعض. There are five new members in the staff، في خمس أعضاء. يبقى هتكلم على أعضاء فأحط إيه؟ نقطتين فوق بعض. ده أول استخدام لهذه المصيبة. طيب قال لي لكن لاحظ، لا تستخدم النقطتين فوق بعض
عندما تكون القائمة مدمجة. يعني إيه؟ قال إذا say has، بص هنا الجملة دي هنا بتقول إيه الأولانية؟ جرت بسرعة هي من هنا ليه؟ هنا بيقول an essay has three parts. أنت هنا خلاص عرفتني إن هما ثلاث أجزاء، هتقول لي كذا وكذا وكذا. لكن بص في المثال ده the essay has، ما قلتليش في كام جزئية. دول تبع كلمة has. ليه إيه؟ في مقدمة وكذا وكذا وكذا. هنا ما أصبحت إنك أنت ما فصلتش بين الأجزاء وبين المقدمة بتاعتك، فما ينفعش تستخدم نقطتين فوق بعض. فلكن as a essay has an instruction a body and كذا كذا كذا، هتلاقي ان الجملة هنا في اللحظة دي تكتبها بدون نقطتين فوق بعض تبقى الإجابة صحيحة. تعالوا نستخدم كمان تاني بين العناوين الرئيسية column، يعني زي مثلا unit 1 grammar unit 1 vocabulary، ده العنوان اللي بيكتبه الاستاذ على السبوره، هنا احط نقطتين فين؟ فوق بعض. كمان بنستخدمه لما انا عايز اتكلم على ايه؟ عددين، يعني مثلا ايه؟ ذا ريتش اوف ذا ماريد وومن از مثلا ماريد 1 از 30 تو 1، يعني ايه؟ 3 الى 1 بيسموها، 3 الى 1. اللي هي واحد الكلمه تحت معناها بالعربي اللي هي 2 1. هنا في اللحظه دي بحط نقطتين فوق بعض. دي اللي جات في الامتحان السنه اللي قبل اللي فاتت، اللي هي الفصلة المنقوطة اللي هي السيمي كولوم دي، والناس كتير ما عرفتهاش، حتى كان في ناس من الزملاء ما كانوش عارفين ايه الفصلة المنقوطة. هنا طبعا لو في عند حضراتكم جملتين مستقلتين مرتبطين في المعنى في جملة واحدة، يعني جملة كل جملة يعني ايه مستقلة؟ يعني لها فاعل لوحدها وفعلها لوحدها ومفعولها لوحده، لكن في الحقيقة هم مرتبطين في المعنى، يعني معناها أن الجملة الثانية تكمل الجملة الأولى في المعنى. بمعنى بص كده معايا، some people enjoy playing football، بعض الناس يستمتعون بلعب كرة الإيه؟ نلعب القدم. كرة هذه جملة. القدم. بص الجملة الثانية، others only watch the match on TV، لكن الآخرون يشاهدون الماتشات في التلفزيون. الاثنين بيتكلموا على موضوع واحد ولا مش موضوع واحد؟ موضوع واحد. لكن الجملتين كل واحدة لها فاعلها الخاص بيها ولها فعلها الخاص بيها ولها المفعول بتاعها خاص بيها مستقلة. هنا هتلاحظ ان حضرتك انه انا هعمل عندي هنا ايه؟ عندي اهي السيمي كولون اللي هي احنا بنقول عليها ايه؟ نقطة الفاصلة المنقوطة. لاحظتوا حاجة تانية سنة ثالثة؟ لاحظتوا حاجة تانية؟ انه بعد الفاصلة المنقوطة الحرف اللي حرف جاي سمول وراها كابيتال ولا سمول؟ ها؟ سمول سمول. سمول. سمول لما جه في نفس الجملة كتبها تاني بس فصل الجملتين عن بعض، حط بينهما هيقطع الصوت. هنا فصل سمول. الجملتين عن بعض، فطبعا بدأ بجملة جديدة، لذلك بدأ بحرف ايه؟ كابيتال. تنويه، لا تستخدم حرف كابيتال. الكابيتال في بداية الكلام إلا إذا كانت الكلمة من النوع الذي يبدأ بحرف الكابيتال، يعني عايز يتكلم هو على الجملة اللي هي بعد ايه؟ اللي بعد فصل المنقوطة. ما يبقاش الحرف الاولاني كابيتال الا اذا كانت، يعني افرض انا بدات الجمله الثانيه باحمد غصب عني، يعني الحياة الضروريه لازم تستخدم كابيتال كما هي. في تاني مثلا هنا بيقول لي مي، مستر نعم معلش يا مستر، عيد تاني الحتة حاضر. بتاعت الناس ما دخلتش فيه اثنين، ما دخلوش الها، كل مرة بيهربوا اثنين. مستر يرفع تبعت في الزمن على الجروب. هبعتها ان شاء الرحمن. هسه في حد كان طلب ان هو اعيد الجزئية دي تاني ولا لسه ما دخلش؟ اللي بقى طلب، مين اللي طلب؟ ايوه انا يا مستر. طيب حاضر يا أروح. في اثنين مش عارفين يخشوا، مش عارف مين هم. المهم هنا عندنا بنتكلم على عملية الفاصلة المنقوطة أو السيمي كولا. هذه الجزئية إحنا حضراتكم يعني بنتكلم عليها لما يبقى عند حضرتك جملتين كل جملة مستقلة بذاتها، لكنهم الجملتين مكملين لبعض،
في المعنى، زي بيقول بعض الناس بيحبوا كرة القدم والتانيين بيحبوا يتفرجوها على ماتشات التلفزيون. الاثنين بيتكلموا على موضوع واحد لكن كل جملة مستقلة بذاتها. عندي ما وضعت السيمي كولون، الحرف اللي يجي وراها لازم يكون سمول، إلا إذا كان هذه الكلمة من الكلمات اللي هي لازم ضروري تبدأ بحرف كابيتال، زي أسماء البني آدمين، أسماء الشهور، أسماء الدول، هنا غصب عني لازم أكتبها كابيتال. أما إذا وضعت فول ستوب بين الاثنين فإن الحرف الأول يكون كابيتال مهما كانت الكلمة. آخر جزئية، ماي لايك سبايس فود، يعني بتحب الأكل الحراق يعني، هير براذر انجوي سويتس. هنا لاحظت حاجة، هنا لاحظت ان حاجة عن الحرف كابيتال، أيوه واللي هي بحرف وهنا هنا سمول. كابيتال. أوكي ده طبعا احنا يعني ممكن في كلمة consequently، يعني هنستخدم بعد كده كلمة اللي الداش اللي هي الفاصلة اللي بيسموها، وبعد كده هنتكلم على عمليات التنصيص، وبعد كده ايه هنلمها يعني اخر حاجتين هنتكلم فيهم. بالنسبة زي ما انتم شايفين كده الداش الشرطة، امتى بستخدم الشرطة؟ طبعا لما يكون عندي رقم، بس ده الموضوع ده انا هشرحه بتفصيل لما يجي الدرس بتاعه، ده درس الصفات بيسموها الصفات المركبة، الصفات المركبة. قاعدة الصفة دايما الصفة لا تجمع، الصفة لا تجمع. فاي هاف 23 كازنز، بيقول انا عندي 23 ابن عم وبنت عم. طيب هنا في اللحظة دي ال 23 علشان تكتب الرقمين دول مع بعض، ال 20 ده عشرات و3 ده احاد، فاحط بينهما شرطة 47. طيب نفس الوضع الكسور العشرية، يا اما انت طبعا هنا 2 على 3 يعني تلتين، باللغة الانجليزية بيسموها 2 ثيردز يعني تلتين، برضو تحط بينهما شرطة، بيسموه الرقم عدد ترتيبي. الصفات المركبة اللي قلنا عليها، واحد بيقول مثلا English is a widely spoken language، إن اللغة الإنجليزية هي لغة واسعة الانتشار بالتحدث، هذه الصفة المركبة أهي. ما طبعا على هذا الأساس وضع بين، وطبعا ليها الصفات المركبة لها أنواع عدة مش هتكلم فيها الآن. مستر أيمن has a 6-year-old son، ابنه عنده 6 سنين، حط شرطة بين 6 وبين year وبين old. طبعا المفروض 6 يعني عدد كبير، المفروض يقول years years. ليه قال year بس هنا؟ حد يعرف؟ دي من سنة تانية دي، حد يعرف ليه قال 6 year ما قالش 6 years؟ طيب لسه قايلها لحضراتكم، لانه 6 year old هنا صفة والصفة لا تجمع. في طبعا البادئات هنشرحها برضه في منهج سنة ثالثة، البادئات والنهايات او اللاحقات هنقولها في ميعادها بشرح تفصيل يعني. You need to cooperate with your، طبعا cooperate يعني معناها تتعاون، فهنا بين co و operate بيحط بينهما داش. قال لما اللغة اتطورت طبعا هم بيحدثوا في اللغة بتاعتهم، قالوا الداش دي بدأوا ايه يعني يسقطوها، يعني اي شرطة ميل يعني الايميل الالكتروني، اي شرطة بوك الكتاب الالكتروني، كو شرطة اوبريشن، وهكذا يعني. قال دلوقتي اصبحوا يكتبوها ايميل من غير شرطه، واي بوك من غير شرطه، وكوبريشن من غير شرطه. علامات التنصيص اللي هي دي اخر جزئيه هنتكلم فيها، عشان عارف حضراتكم تعبتوا ومليتوا لكم زمان طبعا ما تعرفتوش القعده الحلوه دي. علامات الترصيص اللي احنا بنسميهم اللي هم دايما احنا بنستخدمهم حضراتكم في الكلام المباشر، هناك مسميات مختلفه، ساعات نسميهم كوتيشن مارك وسبيتش مارك وانفيرتد مع كوماس. خلي بالكم من الاسماء دي عشان انت ما تعرفش هو هيستخدم دي. طبعا ليها 3 اسماء اللي هي علامتي التنصيص دول، ليهم 3 اسماء، اما كوتيشن ماركس، سبيتش ماركس، انفيرتد كوماس. طبعا بنستخدمها طبعا في نص الكلام زي ما احنا قلنا وي ار بيزي، سامع اول ما تلاقي فلان قال بنحطها هنا ايه بين قوسين، so you comma we can't help you، يعني لما تكون جملة مستقلة كده دايما بنحطها مقولة شخص في مقولة، يعني بيسموها جملة قالها شخص، بنحط هنا الكوتيشن ماركس بين الاثنين
وفي النقل زي ما انت شايفين كده عندنا كل جمله بتبدا بحرف كابيتال اذا ده ادي مجرد فكره، هو الكلام كتير خالص، بس انا ايه مش عارف، انا وصلني شعور ان حضراتكم مليتوا، لانه احنا بدانا الاول بتسعه انفار وبعدين طلعوا اثنين وبعدين طلعوا اثنين، يعني بالتالي لو عملت ثاني مش هلاقي حد، مش عارف اللي. طب باقي زمايلكم في المجموعه فين يا سنه ثالثه؟ يعني مسافرين ولا زين ولا ايه الوضع؟ انت عارفين الكورس ده انا بشرحه ب 400 جنيه الطالب الواحد 400، وانتوا بتاخدوه ببلاش مش عاجبكم؟ ما شاء الله عليك. طيب طيب حاجه تانية، حضراتكم عن شايف حضراتكم نكمل الكورس ولا نلغيه ونكمل على الشرح بتاعنا في اول 8؟ لا نكمل لا الكورس. نكمل الكورس. ما انا شايف الناس مش مشجعه، يعني النهارده 4 انفار بس اللي قاعدين معايا اهو، يعني 4 فقط اللي هم ظاهرين معايا هنا، يعني اروى وهاجر وليليان وشاهد، البين فين الباقيين راحوا مش عارف. طب انتوا مش بتخشوا مش بتحجزوا على القنوات مع المدرسين بتوع مصر وبتوع مش عارف مين؟ مع ان انا واحد من الناس مش بعترف بالاونلاين ده، خلي بالكم. انا ما حجزتش حاجة اصلا. انا مش بعترف بالاونلاين ده، لان الاونلاين ده صراحه ما بيبقاش، ما فيش تفاعل بين المعلم وبين الطالب. طيب انا دلوقتي عامه هنزل لكم المذكره دي على الجروب، يعني بس يا ريت ما تتداولوهاش مع حد غير الجماعه اللي معانا. يعني انا هكتب رساله دلوقتي في الجروب عشان انا ماشي اقبل حد تاني، الناس اللي هي مش تحضر معانا كده ومش عايزه تقول لي تطلع من الجروب كده، عشان لو جاني حد ادخله مكانهم، عشان مش عايز زحمه. خلاص امتى ان شاء الرحمن؟ عايز حاجه تاني خلال الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي جاي؟ عايز اخلص يعني اكبر براحتكم. ها براحتك يا مستر، في أي وقت انا عن نفسي، براحتك. الفتره دي انا عشان السنه دي فتره الثانويه العامه دي، فعندي فاضي يعني بعد الظهر مش مسافر، فعشان كده لو انتوا عايزين تقولوا لي، والله ماشي عايزين مثلا اي يوم يا يعجبكم تقولوا لي. مستر، لا خليها في نفس اليوم، حاجة تخليه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، عشان انا برضو باخد دروس تاني بره. طيب خلاص يوم الثلاثاء الجاي نلتقي ان شاء الله، خلاص ماشي، نشوفكم على خير ان شاء الله. جزاك الله كل خير يا مستر. في رعاية الله، بارك الله فيك الله، الله يخليك، مع السلامة. ترجمة